أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن السيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة بالنادي الأهلي عن تمديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقام عبد الحفيظ باصطحاب اللاعب لاتحاد الكرة وتم توثيق العقد الجديد والتأكيد على رغبة اللاعب في استكمال مشواره داخل النادي. توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري للمرة 40 في تاريخه بعد الوصول للنقطة 75. وخاض الأهلي 28 مباراة في الدوري وحقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة ويتبقى له 6 مباريات. كما سجل الفريق 67 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا. قام تركي الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بزيارة المقر النادي الأهلي بالجزيرة عصر اليوم، حيث استقبله الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وقد هنأ معالي المستشار مجلس إدارة النادي بالفوز بالدوري للمرة 40 في تاريخه. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن البطولات لا تتحقق إلا بفضل العمل الجماعي، موضحا أن إخلاص كل فرد داخل منظومة الأهلي في عمله ساهم في التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم. وتحدث البدري عن دور جميع العاملين في فريق الكرة من لاعبين وجهاز فني وجهاز طبي وإداري وغيرهم ممن قدموا كل ما لديهم من جهد بشكل ساهم في النهاية في الفوز ببطولة الدوري. كما قدم السيد عبد الحفيظ الشكر للجميع في الفريق، موضحا أن العمل الجماعي سر النجاح، وأن مجلس الإدارة يحرص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للفريق الأول. حرص أحمد القطان سفير السعودي في القاهرة على زيارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر اليوم الثلاثاء، ووجه القطان التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الفوز ببطولة الدوري العام هذا الموسم للمرة 40 في تاريخ النادي قبل نهاية المسابقة بست جولات. وقام حسام البدري المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بمنح السفير السعودي درع وعلم النادي تقديرا له. حرصت السفارة البريطانية بالقاهرة على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة الدوري. ونشر الحساب الرسمي للسفارة على موقع تويتر عبارات تهنئة للنادي الأهلي بعد التتويج باللقب رقم 40 لبطولة الدوري في تاريخه.
حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على تهنئة النادي الأهلي عقب إعلان تتويجه بلقب الدوري للمرة 40 في تاريخه. وكتب فيفا بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تهانينا للنادي الأهلي على نجمته الرابعة، توج اليوم بطلا للدوري المصري للموسم الثالث على التوالي وللمرة 40 في تاريخه. ألف مبروك للشياطين الحمر وللجماهير العريضة، وتمنياتنا للنادي العريق بدوام التألق والمزيد من البطولات. أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المتجهة إلى الجابون استعدادا لمواجهة فريق مونانا الجابوني في إياب دوري 32 لدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبا هم حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، خط الدفاع سعد سمير، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد هاني، صبري رحيل وعلي معلول، خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، أحمد حمدي، أحمد حمودي، كريم نفت، إسلام محارب وميدو جابر، خط الهجوم وليد سليمان، صلاح محسن، وليد أزارو، جونيور أجايي ومروان محسن. تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجابون فجر الأربعاء من أجل خوض مباراة مولانا في إياب دوري 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل. ومن المقرر أن يتجمع الفريق في مطار القاهرة في منتصف الليل على أن تتجه البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتقضي 120 دقيقة ترانزيت، ثم تتجه إلى الكاميرون لتقضي 20 دقيقة في مدينة ياوندي، ومن بعدها إلى الجابون. ومن المقرر أن تصل البعثة إلى الجابون في 11:30 من صباح الأربعاء. سافر المهاجم المغربي بصفوف الفريق وليد أزارو إلى بلاده عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي والتي أقيمت مساء الأحد الماضي في الدوري الممتاز. وحصل أزارو على إذن من الجهاز الفني بالسفر للمغرب لمدة 48 ساعة لإنهاء بعض إجراءات التأشيرة وأوراق انضمامه لمعسكر المنتخب المغربي. ويلحق أزارو ببعثة الأهلي غدا الأربعاء في الجابون بشكل مباشر استعدادا لمواجهة مونانا الجابوني في إياب دوري 32 لدوري أبطال إفريقيا. خاض أحمد فتحي لاعب الفريق التدريب منفردا بعدما تغيب عن المران الجماعي اليوم على ملعب التتشي بالجزيرة، وذلك استعدادا لمباراة مونانا الجابوني يوم السبت المقبل. وكان فتحي قد حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بالسفر للسعودية لأداء العمرة مستغلا الراحة التي حصل عليها الفريق أمس من المران. وكان فتحي قد جدد مؤخرا تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين. إداريا أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب القرارات الصادرة عقب اجتماع المجلس أمس الاثنين. وقام الكابتن محمود الخطيب بإعلان القرارات الخاصة بالأحداث التي صاحبت مباراة مونانا الجابوني في ذهاب دوري 32 لدوري أبطال إفريقيا. قرارات مجلس إدارة: 1. تكليف الشؤون القانونية بالنادي لمتابعة التحقيقات لتوفير المساندة والدعم القانوني للأبرياء
وغير المتورطين في أعمال الشغب. 2 تشكيل لجنة لتحديث تذاكر ودعوات المباريات وكيفية حصول المشجع عليها وبطريقة مؤمنة. 3 تفعيل التعاقد مع الشركة الأمنية المتخصصة لتحديد المسؤوليات وتكون مسؤولة عن أمن المباريات. 4 بعد انتهاء التحقيقات منع المتورطين في أعمال الشغب من دخول مباريات أو أي مباريات أو أنشطة داخل النادي الأهلي لمدة 3 سنوات. دي قرارات مجلس إدارة بعد دراسة وبعد دراسة كل الأحداث اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت. ومن هنا بقول إن النادي الأهلي الفترة اللي فاتت حافظ أو بيحافظ دايما على مبادئ وقيم النادي الأهلي، وده واجبنا زي ما قلت أجيال وراء أجيال، ولازم الأجيال اللي احنا اتعلمنا منها نعلم احنا الأجيال اللي بعدينا. وفي النهاية أنا بشكر حضراتكم جدا، وأتمنى إن احنا ما نوقفش الوقفة دي تاني، وأتمنى بإذن الله اللي جاي يكون أفضل بإذن واحد أحد، وأتمنى إن شاء الله أو متأكدين بإذن الله جميعا إدارة وعاملين وجماهير وأعضاء عاملين كلنا لازم نحافظ على شعار النادي الأهلي، نحافظ على التاريخ، ونحافظ على المبادئ، وتطوير مستمر بإذن الله. شكر جدا والسلام عليكم. من جانبه أعلن شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة باقي قرارات المجلس والتي تضمنت الموافقة على المشاركة في بطولة الصداقة في روسيا، كما وافق المجلس في الاجتماع على إقامة معسكر لفريق رجال كرة اليد استعدادا لبطولتي أفريقيا والسوبر. ونتعرف على باقي القرارات من خلال التقرير التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحية لحضراتكم. قرارات مجلس الإدارة الحقيقة الصادرة عن اجتماع المجلس المنعقد باستمرار، لأن الحقيقة هذه الجلسة كانت ممتدة من الأسبوع قبل الماضي اللي احتضنها فرع الشيخ زايد. اليوم نحن في المقر الرئيسي في الجزيرة لاستكمال جلسة مجلس الإدارة اللي صدر الحقيقة بخصوصها مجموعة هامة من القرارات. خلوني أبدأ بحضراتكم بحاجة يعني لها علاقة بالنشاط الاجتماعي لأعضاء النادي اللي بيحظوا بكل تقدير واهتمام من قبل مجلس الإدارة، وأولها هو فتح باب القرعة لمعسكر مرسى مطروح الخاص بأعضاء النادي على أن يبدأ أول فوج يوم 14/4. حضراتكم عارفين أنه معسكر مرسى مطروح الحقيقة بيكون عليه إقبال كبير جدا، وكان بيتم لمدة 18 أسبوع فقط. مجلس الإدارة استطاع انه يطور ويعمل صيانه كبيره للمعسكر، وهيبدا ان شاء الله زي ما قلنا يوم 14/4، وهيمتد ل 26 اسبوع لاستيعاب اكبر عدد من اعضاء الجمعيه العموميه. اللافت ايضا انه النادي او مجلس الاداره قرر تخفيض قيمه الاشتراك للمعسكر على ان يدعم هو الحقيقه بمبلغ كبير تيسيرا وتقديرا للسادة أعضاء الجمعية العمومية. أيضا تمت الموافقة على طرح مناقصة للشركات المتخصصة من أجل تطوير صالة الجمباز. التطوير مش بس هيكون التكييف زي ما قلنا في مرة سابقة، ولكن في هذه المرة سيكون إحلال وتجديد كامل، وأيضا تغيير الأجهزة الموجودة في الصالة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. كمان وافق مجلس الإدارة على إقامة معسكر لفريق كرة اليد رجالا استعدادا للبطولة الإفريقية التي ينظمها النادي، وأيضا مباراة السوبر. وافق مجلس الإدارة أيضا على المساهمة بمبلغ 1000 يورو لدعم اللاعب أحمد حسني سيد الأهل لاعب الإسكواش وأحد أبطال الإسكواش في النادي للمشاركة في بطولة دولية أو بطولتين دوليتين حقيقة، واحدة في نيجيريا والأخرى في ماليزيا. وافق مجلس الإدارة أيضا أو قرر تعيين 3 مدربين في لعبة التنس للرواة وكبار السن على مستوى المقار وفروع النادي الـ3. كمان وافق مجلس الإدارة على المعايير اللي وضعها جهاز السباحة والخاصة باختيار السباحين المشاركين في البطولات الدولية خارج مصر. واحد من أهم هذه المعايير هو أنه السباح اللي يسافر لابد أن يكون حائز أو حاصل على ميدالية ذهبية في إحدى بطولات الجمهورية داخل مصر.
الحقيقة في موضوع مهم جدا ده له يعني علاقة بمكانة النادي الأهلي وتقدير الدوائر الدولية للنادي الأهلي. في مجموعة من الدول الإفريقية وقع اختيار شركة جاز برو الروسية. هذه الشركة هي أكبر شركة جاز في العالم، وهي الراعية أو الراعي الرسمي للفيفا وأيضا لكأس العالم والاتحاد الأوروبي. في برنامج بعنوان كرة القدم من أجل الصداقة 2018 بيرمز لي بإف. الحقيقة أنه وقع الاختيار على النادي الأهلي من مصر من ضمن 13 دولة أو 13 نادي ممثلين لدول في قارة إفريقيا للمشاركة في هذه البطولة، وهي خاصة الحقيقة بالأطفال الصغار تحت 12 سنة. الهدف من البرنامج ده الحقيقة تشجيع كرة القدم للشباب مع تشجيع كمان نمط الحياة الصحية. وإلى الأخبار المحلية، توفي اليوم سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق بعد صراع لفترات طويلة مع المرض عن عمر يناهز 75 عاما. زاهر هو أحد أبناء القوات المسلحة والمشاركين في حرب أكتوبر، كما أنه أحد أبناء الأهلي، حيث انضم إليه منذ عام 1964 حتى عام 73. تولي زاهر العديد من المناصب الرياضية، آخرها منصب رئيس اتحاد الكرة في الفترة الذهبية والتي توج بها منتخب مصر بثلاثية إفريقيا 2006 و2008 و2010. ويقام عزاء زاهر بمسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة غدا، وينعي مجلس إدارة النادي وقناة الأهلي الفقيد وللأسرة الصبري والسلوان. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.